مما لا شك فيه أن هذا يتطلب تحضيرا ذهنيا كبيرا من المدربين للاعبين. كيف سيتعامل حسين عموتة والمنتخب الأردني مع العودة المثيرة للمنتخب الكوري في الدقائق الأخيرة؟ صحيح أنه الإمكانيات لدى المنتخب الكوري إمكانيات اللي هي كبيرة جدا وهائلة جدا، لا من ناحية يعني الذهنية ولا من ناحية يعني الفنيات لا تقنية ولا تكتيكية ولا حتى بدنية، وهذا يمكن في كثير من المقابلات ما كيعمل الفرق، حتى الجانب يعني أول حاجة التكتيكي، التحكم والاستحواذ، نقل الكرة بالسرعة في العرض وفي الطول، وطبعا يعني الامكانيات الفنيه اللي كتخليك انك تحافظ على الكره بشكل المطلوب وانك تطلب خاصه يعني ما بين الخطوط وما بين اللاعبين. طبعا الجانب البدني مهم جدا، وانا تكلمت يعني من قبل على هاد بعض المشاكل والاكراهات اللي هي موجوده بالنسبه لنا، لكن نحن نحاول ان يعني ان نغطيها يعني وان نخفيها وان يعني لا تكون يعني ظاهره بالشكل المطلوب، يعني بالالتزام التكتيكي او الحاجه الجماعي. طبعا انا تنتمنى اننا نوصل لهذه المرحله هذه، اننا نكون في واحد الوضع اللي هو متقدم، وان يعني نجد انفسنا في هذه اللحظه ديال الاستحواذ ديال الفريق الخصم في اخر الدقائق، لانه ما وقع امامنا في دور المجموعات ولا المنتخب الاسترالي ولا السعودي كانوا متقدمين وطبعا ارتكبوا بعض الاخطاء. نحن نشتغل على هذه الامور هذه ان شاء الله، واتمنى اننا تكون عندنا هذاك الوضع، اننا نكون متفوقين واننا لا نحتاج سوى للدفاع على هذيك في اللحظات الاخيره حتى يعني تتسنن الفرصه اننا نفوز في المقابله. لكن المجهود خاصو يكون كبير والتركيز سيكون كبير، على اساس انه يجب التعب، يعني خاصنا نتعبوا وخاصنا يجب ان نتعذب حتى يعني نكون قريبين يعني من التأهل للمباراة النهائية. I will ask photographer now please to leave the room. من المصورين لو سمحتم أن تغادروا، هل يمكنكم أن تغادروا القاعة؟ شكرا. مساء الخير كابتن، يعطيك العافية. بالتأكيد مباراة مهمة غدا، ولكن في تمرين الأمس كان الجميع يتساءل عن موسى التعمري وإصابته وغيابه عن تدريب الأمس، هل موسى التعمري متواجد مع المنتخب في مباراة الغد أم أن هناك أمر صحي طرأ على ذلك؟ شكرا. طبعا حفاظا على اللعيب، فكان عادي جدا أن يرتاح خلال تقريبا 48 ساعة، لكن كانت عنده واحد تدريب يعني استثنائية. اليوم إن شاء الله سيكون حاضر وفي التدريب، وإن شاء الله يوم الغد سيكون يعني جاهز على أساس يؤدي، لأنه اللاعب أول حاجة لاعب من اللاعبين المهمين بالنسبة لنا للمجموعة، واللاعب يعني يمتلك واحد الإرادة قوية للتواجد وللدفاع على الألوان ديال المنتخب، ولهذا إن شاء الله نحن نعول عليه كثيرا أن يكون حاضر، ونعول على المجموعة كلها إن شاء الله ستكون حاضرة، لأنه لن نحتاج فقط يعني مجهودات موسى، ولكن سنحتاج يعني مجهودات يعني اللاعبين كلهم في مقابلة الغد. غياث تفانكجي، موقع التراسوت. كابتن، كما لاحظت منتخب كوريا خاض 120 دقيقة في مباراتين متتاليتين، هل ترى أن من مصلحة منتخب الأردن تمديد اللقاء لوقتين إضافيين؟ هل ستلعب على هذا الأساس كخيار آخر، خيار ثاني؟ شكرا. هو رغم يعني اللاعب يعني مرتين يعني 120 دقيقة، فتنظن أنه الكل عارف يعني اللي موجود في القاعة ولا المتتبعين عارفين القيمة ديال المنتخب، القيمة لا الفردية ولا الجماعية. طبعا في المستوى العالي أنك تلعب 90 أو 120 يعني في كثير من الأوقات لا تعني شيئا، باعتبار أنه اللاعبين المحترفين يعني بسرعة تقريبا في خلال 48 ساعة ممكن أنهم يسترجعوا التراوة البدنية ديالتهم ولا الذهنية، وإحنا عارفين أنه المنتخبات ديال شرق آسيا ملتزمة ومحترفة بواحد الشكل اللي هو عالي، وبالتالي أنا لا أظن أنه ستعمل هذيك 120 دقيقة تعمل الفرق في مقابلة الغد. محمد قدري حسن، الإعلامي الرياضي الأردني.
تحية أولا للكابتن عمودة وللكابتن إبراهيم، وشكرا على ما قدمتم حتى الآن في هذه البطولة، ونتمنى أن تكتمل فرحة الأردنيين. ملايين من الأردنيين والعرب ينتظرون مباراة الغد بين الأردن وكوريا. سؤالي للكابتن إبراهيم وأيضا للكوتش عمودة، وجود منتخبين عربيين فقط هما قطر والأردن، إلى أي حد يمكن أن يشكل حافز أو ضغط على المنتخب الأردني؟ والدور الذي يمكن أن يلعبه الجماهير الأردنية المحتشدة غدا في الملعب الكبير إن شاء الله؟ مما لا شك فيه أننا نعول كثيرا على الحضور الجماهيري القوي كما يعني شاهدناه في المقابلات السابقة، وإن شاء الله يعني الوعد سيكون يعني في الملعب، وإن شاء الله يعني أتمنى أن يعني نؤدي بالشكل المطلوب وبالروح يعني الكترو والتركيز خاصة يعني حتى نتمكن يعني من مناقشة يعني جميع الجوانب الفنية ولا الذهنية ولا البدنية بالشكل المطلوب، وأن يعني أن ننتبه للجزئيات لأنه هي اللي غادي تعمل يعني كثير من الفرق في المقابلة ديال الغد. وطبعا نحن نعول على هذه المساندة يعني الجماهيرية المهمة جدا والتي يحتاجها اللاعب والإداري والتقني وما ذلك. السلام عليكم، زياد عطية بلومبرغ الشرق. كوتش، اعتماد التوقيت الفعلي الجديد شفنا كان مؤثر جدا في مباريات كأس آسي، كمدرب هل تعتقد أنه هذا التوقيت الفعلي بإضافة يعني وقت إضافي كبير من 10 إلى 15 دقيقة قد يصل إلى شوط إضافي، هل هو ضغط ذهني وبدني على اللاعبين أم هو فرصة مثلا للمدرب لتدارك بعض ما فات في 90 دقيقة الأولى؟ وشكرا. هو طبعا هذا اتخاذ هذا القرار اللي هو تقني يعني كان لسبب واضح، هو يعني تجنب او يعني محاوله يعني الضغط على خاصه يعني الانديه او المنتخبات اللي كتكون يعني فائزه وتتعمد يعني تضيع يعني الوقت يعني حتى يعني الكل ياخذ يعني الحق ديالو، وبالتالي الوقت الفعلي تنظن انه في صالح الكره بصفه عامه من ناحيه يعني الفنيه ديالها ومن ناحيه الحفاظ على الحظوظ ديال جميع المنتخبات ولا الانديه، وهذا شيء يعني انا اظن يعني طيب، ويجب ان يعني يعني اي مدرب يحضر بالشكل المطلوب على اساس انه ممكن يلعب 95 دقيقه كما انه ممكن يلعب يمكن 80 او عفوا 100 او لا، اللي شفنا بعض المقابلات يمكن تعدت يعني الود البطاطا تعدت تقريبا 10 دقائق، وبالتالي يجب التحضير ويجب يعني التحضير لا البدني ولا يعني الذهني لتحمل هذا اخر الدقائق يعني والاداء يعني بالشكل الجيد. أحمد السوام من القناة الرياضية. كوتش، إلى أي مدى ستؤثر الغيابات عن منتخبنا الوطني، وهل بدلاء جاهزين لإتمام المأمورية؟ أنا تكلمت يعني فيما سبق على هذه النقطة بالضبط، يعني من الإكراهات يعني اللي واجهتنا يعني حتى في اختيار يعني القائمة، لأنه كان عندنا واحد اللبس كبير باعتبار أنه مجموعة من اللاعبين صراحة لم يكنوا حتى أساسيين في أنديتهم، وأنتم يعني عارفين يعني خاصة اللي كيلعبوا في الدوري المحلي كانت هناك بعض الإصابات، حتى بعض اللاعبين اللي كانوا تيشاركوا يعني ما كانوا تيأديوا بالشكل المطلوب، وهذه هي الإكراهات اللي كانت. لكن أنا أؤمن على أساس أنه المشاركة والذهاب بعيدا في مثل هذه البطولات تحتاج لجهود جميع اللاعبين وليس فقط يعني العشرة أو الحداش أو الاثناش لاعب. طبعا أكيد أنه الغيابات ديال سالم العجالين أو ديال علي علوان صاحب المجهود الكبير غيابات اللي هي وزنة بالنسبة لنا، خاصة أنهم دخلوا في المسابقة يعني خذوا هذيك الإيقاع ديال التباري بشكل جيد، يعني دخلوا لا ذهنيا ولا بدنيا. تنتمنى انه يعني البدلاء انهم يؤدوا ممكن نقول ليس 100% بنفس هاد اللاعبين، لانهم هادو عاود خذوا واحد المستوى من التباري اخر، وعلى الاقل نكونوا قراب يعني من المستوى حتى يعني لا يتأدى الفريق من ناحيه الاداء ديالو لا الدفاعي ولا الهجومي. نعم. طبعا ان شاء الله باذن الله لو تأهل الأردن ستكون ايضا أنت من المدربين القلائل العرب اللي وصلوا للنهائي، ونتمنى ذلك حقيقة. سؤالي، قبل دخول معترك كأس آسيا كانت هناك انتقادات كثيرة للمدرب عموتة من خلال المباريات الودية، هل
اليوم عموته يقول لكل الصحافة اللي انتقدتها أو النقاد أنه المباريات الودية تختلف عن المباريات الرسمية؟ شكرا لك أول حاجة على الدعم يعني وهذه التشجيعات. هو يعني أنا صراحة يعني وأنا يعني أطلقها يعني في كم تصريح يعني سابق، أنا لا أبالي بما يقولون يعني الناس ولا الإعلام. يمكن عندي واحد الفترة يمكن أكثر من 15 سنة وأنا لا أقرأ يعني التعليقات ولا أتابع يعني التعليقات والانتقادات. أنا أؤمن بالعمل اللي كنقوم به، الحمد لله أنه إحنا اكتسبنا من الخبرة من خلال الجدية ديالنا في العمل، من خلال يعني التفاني ديالنا في العمل، أخذ القرارات الصحيحة، عدم يعني ظلم أي لاعب، إعطاء الفرصة لمن يستحق، وهذا هو الأساس. أنا بالنسبة لي هذه هي التربية ديال الحسين عموتة، وبالتالي فأنا لا أبالي يعني بما يكتبون ولا يقررون ولا يقولون. ولهذا اللي ممكن يعني نأكد عليه هو أنه حقيقة الفريق، حقيقة يعني أي فريق لا يعرفه إلا المدرب الذي يدرب يعني هاد اللاعبين والمجموعة. يعني ما يقع داخل الفريق لا أحد يعرف يعني أسرار الفريق، لا الإمكانيات اللي هي موجودة، لا الفنية ولا البدنية ولا السيكولوجية ولا المشاكل اللي موجودة ولا الإصابات أو 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 إلا يعني الطاقم اللي هو يدرب الفريق. وبالتالي لا يعني لا يمكن ان نسمع الواحد اللي هو خارج يعني من هذه المجموعه ان يقرر، وان يقرر كيفاش غادي يلعبوا ولا من سيلعب ومن له الاحقيه وكيفاش غتكون التغييرات، يعني هذا غير مطلوب. وبالتالي فانا لا ابالي، انا كناخذ القرارات اللي هي صحيحه اللي كنشوفها صحيحه، استنادا للتجربه اللي هي عندنا، استنادا للمجهود اللي تنقوم به اول حاجه انا شخصيا والستاف اللي هو موجود الفريق كله. والحمد لله انه الامور دائما كانت يعني بالنسبه لي انا دائما الامور كانت يعني جيده، رجوعا للنتائج اللي حققتها يعني في جميع المحطات اللي مريت فيها الحمد لله. يعطيك العافيه كابتن حسين عموته، كل التوفيق ان شاء الله غدا. صالح بين القناه الرياضيه، هل تعتقد ان الحماس والقوه والتركيز يلغي في كثير من الاحيان الفوارق الفنيه والبدنيه للخصم؟ هذا كان نقاش بيني وبين اللاعبين في احد يعني الجلسات يعني والاجتماعات، وهو غير صحيح باعتبار انه اليوم في هذه المرحله من التباري الناحيه الذهنيه الكل حاضر فيها، لا يوجد لاعب او خصم ليس له عنده نفس الحماس اللي عندك ولا نفس يعني الحضور الذهني، لا من ناحيه التركيز ولا من ناحيه يعني القتاليه ولا من ناحيه يعني المجهود او 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 او, أو. وبالتالي يجب التركيز، وهذا يمكن هو اللي اشتغلنا فيه بعض الشيء وخلينا انه اللاعبين يركزوا فيه، وانه يجب ان نطور الجانب ديالنا التكتيكي، الجانب التكتيكي يجب ان نطوره، لانه سهل انك تكون بدنيا جاهز، سهل انك تكون ذهنيا جاهز، لكن الامور الفنيه اصبحت هي اللي كتعمل الفرق بشكل كبير. طبعا لما كتكون يعني الامور الفنيه اللي هي التقنيه والتكتيكيه يعني حاضره بالنسبه للجانبين، فهناك يعني الجانب تاو البدني كيعمل تاو الشغل ديالو وتيرجع تاو يعني هذا الجانب الذهني. لكن انا اظن انه التطور اللي استفدنا منه واللي ركزنا فيه بشكل كبير هو التطور يعني التكتيكي، هو تيعمل يعني بشكل كبير يعني الفرق في مثل هذه المقابلات. I have a question.